بعد اذنك اجل بننتقل لقصر الملك خالد. ايه هذا جميل قصر الملك خالد هذا. ويعني الشكر اولا اللي طلع معي الضيف الاستاذ فهد المفيريج. فهد المفيريج يستاهل. فهد المفيريج يعني ما شاء الله موسوعه في هالمواضيع اللي تتعلق بالقصور الملكيه، والاهم من ذلك انه هو عايش مع اسره الملك خالد رحمه الله، وعارف كل شيء عن الملك خالد وحياته. فتفاجأت وتفاجأ الكثيرين انه في قصر في ام الحمام للملك خالد متوزي في مكان والله ما حد يشوفه، يعني حتى انا يا الله وصلته. اي ويعني عام 1370 هجري، هذا برضه شوف 1370 يمكن قبل القصر الاحمر، لاحظ نفس التاريخ. اي متقارب والنمط الشامي البناء، النمط الشامي هذا اللي كانوا المقاولين سوريين تقريبا من الشام، وجابوا نفس الفكر هذا التصميم فزينوا عام 1370 هجري، حتى نودي وليا للعهد في عهد الملك فيصل 1385 هجري انتقل لقصره الآخر في المعذر. ابو ضاري انا من هنا، انت طبعا شفت، رحت وشفت بنفسك، بس احنا في الصوره قدامنا واضح انه يعني يحتاج لرعايه واهتمام يعني من جديد. هو تعرف اكثر القصور الملكيه وهبت للدوله يعني. اي نعم. فهذا وهب للدوله واخذوه، يبدو لي انه احد القطاعات العسكريه استخدموه فتره من الزمن، والان ما يعرف الى يعني وين من الجهه اللي الان يكون تابع لها القصر هذا، لانه جميل. وانا من خلالكم يعني ودي الوزير النشط سمو الامير بدر بن فرحان وزير الثقافه والتراث انهم يعيدون النظر في المباني الملكيه، القصور الملكيه صحيح وغير الملكيه، يعني القصور اللي لها 60 80 سنة، هذه راح تكون بعد 20 سنة 30 سنة 100 سنة أعمارها يعني. طبعا ودي يحافظ عليها، ما هو شرط أنه ما هي طينية أنه خلاص ما هذا ما هو قديم، لا هذا قديم يعتبر صحيح. بدايات العمارة بالمملكة العربية السعودية، بداية نقول الحجر أو البناء الإسمنتي، هذه بداياته صحيح. طب بعد إذنك أبو ضاري بعد ننتقل لقصر الأميرة هيا بنت عبد الرحمن، حارة ثانية يعني. إيه نتوكل على الله. قصر الأميرة هيا بنت عبد الرحمن بن فيصل. هيا بنت عبد الرحمن بن فيصل بحي السويدي. إيه هو يطلق عليه الآن قصر السويدي. ها إيه يسمونه قصر السويدي، يسمونه الأخضر لأن لونه أخضر. هيا شقيقة الملك عبد العزيز يرحمه الله ويرحمها الله، الله يرحمهم جميعا ان شاء الله. قصر ما زال برضه بني بالسبعينات اظن في عام 1374. شوف لاحظ الاحمر، القصر الاحمر والملك خالد كله متقارب بالسبعين، ها شيء 70 شيء 72 شيء. هي هذه الفوره او نقول الطفره البناء الجديد بعد البيوت الطين، يعني كانت الرياض اغلبها حتى لو هي قصور بس بيوت طين يعني من صحيح. البيوت القويه، لكن جت مرحلة انتقال لمرحلة بناء آخر. أنا لأنه وضع أكثر القصور الآن غير جيد للمنظر، أنا ما أكثر أحيانا الصور، يعني ما وديته يأخذ فكرة غير جيدة عن القصور أنه هذا وضعها الآن يعني. وإن شاء الله متفائلين في طفرة قادمة إن شاء الله في اهتمام تكون هالقصور هذه، حتى لو انه مثلا راحت الغير ورثه الملك او الامير الفلاني اللي كان سكن فيه، يعني يستثمر يؤخذ يثمن شيء ايا كان، ممكن تكون متاحف يعني. وش يمنع ان عندنا متحف القصر الاحمر، متحف الملك خالد مثلا، قصر متحف للاميره هيا، نجيب مثلا نخلي متحف عن المراه السعوديه نخليه بالقصر هذا بالقرب منه، سبحان الله بيت طيني ازيل نصه يعني تقريبا للاميره نوره بنت عبد الرحمن اللي ينتخبها الملك عبد العزيز، يعني صحيح. متقارب الاحياء، نوره بنت عبد الرحمن طيني وراح نصه، ولي العهد الله يحفظه الامير محمد بن سلمان امر باعاده ترميم قصر الاميره نوره بنت عبد الرحمن والاهتمام فيه واعادته للواجهه، لانها يعني كان له دور بارز مع الملك عبد العزيز الأميرة نوره، كان ينتخبه ويستشيره الملك عبد العزيز صحيح. الله يرحمه ويغفر له. صحيح. هذا القصر فيه معلومه انت ذكرتها ان يسكنون العماله حاليا؟ اي لانه
بعض القصور بيعت يعني في قبل 20-30 سنة. هل هذا بيع؟ يعني أنا القصر هذا في يوم من الأيام كان مدرسة مع ابن زائدة هذا المال هذا. أي. يعني واضح أنه مثلا مستأجر من وزارة المعارف سابقا على أنه يكون مدرسة وانتهى وبنوا مبنى كامل وانتقلوا، فبقي هذا يعني عاد لأصحابه أصحابه الحاليين وليس من سكنه الأميرة. وأصحابه لأن المكان الأماكن هذه اللي هي تاريخنا الأول القديم صار منطقة غير جاذبة للسعوديين، فما عندهم حل ثاني المستثمرين أو أصحاب هالمنازل سواء طينية سواء شعبية أو أي، ما حد يجي يستأجر عنده يستثمر، ما له إلا عمالة، والعمالة هذه تعرف ضعيفين الداخل وكذا، فيتجمعون جماعات كثير يستفيدون من المكان اللي نشوفه بالصورة. يعني احنا ما دخلنا بالعمق أكثر بالقصر لأني شفت المناظر غير جيدة بس أعطيت نظرة يعني. طيب أبو ضارب.